احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، كثيرا ما نتحدث عن عقوق الوالدين، وحقيقه من اخطر ما ابتليت به المجتمعات هذا الشر الوبيل الذي اصبح الولد فيه متمردا على ابيه وامه، واصبحت البنت هي الامره الناهيه في البيت، واصبح الاب والام يستعطفان الاولاد. واقول دائما كنا في صغرنا منذ اكثر من نصف قرن ونحن اطفال صغار نقبل ايدي ابائنا وامهاتنا ليرضوا عنا، اصبح اليوم للاسف الاباء والامهات يقبلوا ايدي الابناء والبنات ليرضوا عنهم، وشتان بين قبلة يأخذ فيها الإنسان حسنة وقبلة فيها ذلة ومهانة. بعد أن انتشر العقوق في المجتمعات، وعندما ينتشر العقوق في المجتمع تنزع منه البركة. البيت اللي فيه عقوق ليس فيه بركة ولا هدوء ولا راحة، ولا يعني سبحان الله. وكأن يعني العلماء يقولون لنا ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من أبواب الشر إن شاء الله فلن يدخل النار، وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من أبواب الخير لن يكون مآله للجنة، لأن الأب والأم على باب الجنة وباب النار. بالبر تدخل الجنة وبالعقوق تدخل النار. وبعدين الكارثة الكبرى أن الأولاد يظنون أن الأب إذا أعطى ولدا أكثر من ولد أو وهب بنت أكثر من بنت يغضب، وكأنه سبحان الله يعني لا يجب أن يصنع هذا، وبعدين يحطها تحت عنوان الدين ولا بد أن تسووا في القسمة. طبعا نحن ننصح الآباء والأمهات بأن يكونوا أو يسووا بين الأولاد في القسمة، وإذا ابتسم في وجه ولد يبتسم في وجه الآخر، وإذا قبل ولدا وجب أن يقبل الآخر، ما تمام. لكن أنت كولد يعني كابن ليس لك عند أبيك أو أمك حق مادي بعد سن البلوغ شرعا، يعني أنت بلغت 13 14 15 سنة شرعا أنت مالكش شيء في مال أبيك إلا التعليم إن كنت فيه نابغة. بس العلماء قالوا لو الولد متفوق في الدراسة متفوق في العلم وجب على الاب ان ينفق عليه، لكن اكل وشرب و الى اخره سبحان الله العظيم هل نحن اشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يعمل عنده 13 عاما في على قراريط في مكة في رعي الغنم وياخذ منها اجر ويعين عمه ابي طالب اذا القضية ان احنا من الواجب ان نراعي او الاولاد يفهموا ان انت ليس لك عند ابيك حق مادي أنه يعطي أو لا يعطي، خلاص. فالأب يعطي تفضلا، والأب والأم هما الوحيدان اللذان يتمنى كلاهما أن يكون غيره أفضل منه، بالذات الولد والبنت. الأب يفضل يجيل عريس واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وهو يرى أن هذا لا يصلح، ودرجة الأقارب يقول لأبو فلان أنت مش ناوي تزوج البنت، هو خايف يعني يخاف عليها. لذلك العربي القبائل اللي كانت بتائد البنات احياء كانوا يسألوهم ازاي يعني يجي لك قلب تائد بنتك حية ازاي يعني؟ يقول اخاف عليها ظلم اخ او فظاظة عم، وكنت اخشى عليها من اذى الكلمة، ما كنتش اتمنى ان اخوها يقول كلمة نابية او ان امها تسيء التعامل، فكان زي الهرة اللي من شدة حبها لابنائها اكلت ابنائها. يعني طبعا ليس هذا منطق، ولكن نقول لدرجة ايه الاب والام يخافوا على الاولاد. انا الحقيقة عايز اليوم اقرب او انظر الى المسألة من الناحية الاخرى. طب عرفنا عقوق الوالدين، في حاجة اسمها عقوق الابناء. في واحد راح يشتكي لسيدنا عمر شاب يعني، لان اباه ذهب وقال يا امير المؤمنين ولدي يعقني، قال هاتولي ولده. دخل شاب على سيدنا عمر
قال لي ما تعق أباك؟ ليه بتعق أبوك ده؟ قال يا أمير المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأبي اختار أمة تزوجها فأنجبني منها فأعير بها أمام أصحابي، وأمرنا أن نعلم أبناءنا القرآن وأبي ما علمنا القرآن، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن تسمية أبنائنا، فسماني أبي جعرانا فأستحي من اسمي أمام الإيه؟ أمام الأقران. قال عمر في مفاجأة مذهلة لنا جميعا للأب: يا هذا عققت ولدك قبل أن يعقك. يا الله الله، دي قضية خطيرة. شوف، الدين الوحيد اللي في العالم الذي يأتي بحق من الحقوق يعني الى الكائن الحي قبل ان يوجد في الحياة، مفيش في دي في اي دين ولا مذهب ولا ملة ولا فكر ولا ثقافة ولا تاريخ الا في دين الاسلام العظيم، لانه دين البشرية، ان المولود الولد والبنت قبل ان يأتوا الى الحياة وقبل ان يوجدوا في عالم الارحام لهم حق علي وعليك كاباء وامهات ان يختار الشاب بنت صالحة عشان يقترن بيها ويتزوج وينجب صالحين، والبنت الشابة اللي هي لما يجي لها العريس تختار وتحسن الاختيار في انسان يتقي الله: ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. اذا الانسان ممكن يكون عاق لولده، كيف يعني؟ اول شيء انفق عليه من حرام والعياذ بالله، يبقى اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. واقول دائما واكرر، ليه؟ ابويا وابوك زمان من 50 60 70 سنة كانوا لما يوقظوا اولادهم لصلاة الصبح الاولاد يستيقظوا فورا بدون تعب، والاولاد الان يتعبوننا بالذات في صلاة الصبح. ليه؟ عارف ليه؟ ابويا وابوك وجدي وجدك كان مالهم حلال، فلما كان يقول يا ولد، الولد ما شاء الله يقوم منتبه يروح على الوضوء وينزل على المسجد. الان ها الان مالي ومالك في شبهة وحرام، احيانا ممكن يثور بعض المشاهدين يقول ايه عرف الشيخ ان مالي وما، يا عم والله يعني سوف يأتي زمان على امتي ما لم يتعامل بالربا اصابه غباره، يعني احنا واقعين في ورطات كثيرة. فالمال الشبهة ده والمال الحرام، المخدة اللي الولد نايم عليها فيها جنيه مشكوك في امره، واللحاف اللي متغطي بيه الولد فيه 3 جنيه مشكوك في امره. فالولد لما توقظه لصلاة الفجر والبنت توقظها لصلاة الفجر، لان الامام الشافعي يقول: استثقلت علي نفسي القيام ليلة. يوم من الايام يقوم يصلي بالليل زي ما متعود، وجد نفسه ايه، فذهب الى شيخه يشكو، قال: يا شيخ، انا ديني يومين ثلاثة كل ما اجي استيقظ لقيام الليل ما عنديش همة. قال: يا ولدي، قيدتك ذنوبك في فراشك. يا الله، الذنوب ربطتك في السرير. فرجع الشافعي يقول: فحاولت ان اتذكر ما هو الذنب الذي صنعت، لان الذنوب قليلة بيتذكر الذنب اللي ما عملوش. احنا ربنا يبارك فيكم ويعصمنا جميعا ويتوب علينا، بنتذكر الذنب الذي لم نصنع، لانه عمل ذنوب قليلة فيستطيع ان يذكرها. المهم، فتذكرت، ده الشافعي يقول، انني منذ جمعة دخلت المسجد قبل الفجر رأيت شابا يصلي ويبكي، فقلت في نفسي: كان حريا بهذا ان يبكي في بيتي، لازم يعمل منظرة يعني ورياء وبكاء امامنا. فعلمت انني قد اغتبته، فبحثت عنه حتى وجدته فاستسمحته فعفى عني ودعا لي بالخير، فعدت الى قيام صلاة الليل مرة اخرى. ها، عايز تعليق الحكاية دي ولا تعليق ولا غيره؟ انتوا ما شاء الله اذكى الذكاء، انتوا عباقرة ما شاء الله، ما فيش مصري الا ما هو اكثر عبقرية من اينشتاين، بس احيانا يستخدمها في الخير واحيانا يستخدمها في الايه،
في الخير برضو. خلينا احنا ايه، نحن في شهر الخير لا داعي للكلام اللي ايه اللي مش ولابد. فانا اريد ان اقول ان احيانا نحن نعق ابنائنا اذا اطعمناهم من حرام. انا حصلت يعني يحدث لينا ثلاث مصائب اذا اطعمنا الولد والبنت من حرام او شبهه. يحصل ايه؟ اول شيء الولد يطلع متمرد، ودي مصيبه، والبنت كذلك. ثاني شيء العباده تصير ثقيله على الولد. ثالث شيء ودي الكارثه الاكبر، ان لما اموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ايه الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. هو فين؟ فين الولد الصالح؟ هو احنا نجيب الخضر عليه السلام مره اخرى عشان يشوفوا الغلام اللي قتله مع موسى وكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهم طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدي لهما ربهما خيرا منهم زكاه واقرب رحمه؟ لا، الخضر مش هيرجع تاني، وقتل الناس ما لا يصير. لكن انا اريد ان اقول اننا لما اطعم ولدي من حرام فانا قد عققته. لما اجيب له ام يروح الولد الان يختار، كيف يختار الان؟ اول ما يشوف بنت جميله يقول هي دي العروسه. يا ابن صبرك بالله، الجمال ده ماده من المواد. انت عندك مواد زي الايه؟ الشهاده، الاجازه بتاعت اخر السنه فيها مواد: اللغه العربيه، التربيه الدينيه، الحساب، المواد الاجتماعيه، الجغرافيا، التاريخ، العلوم، كيمياء، طبيعه، احياء، مش عارف ايه كده. فكل واحده من دول علامه ودرجه. واخد في اللغه العربيه 70%، وفي الدين 80%، وفي اللغه الانجليزيه 40%، يبقى راسب. واخد في الفيزياء ولا في الكيمياء مش عارف 30%، راسب، وهكذا. المجموع في الاخر كذا. فجمال البنت اللي انت هتاخدها يا ابني دي درجه من الدرجات، ماده من المواد، في خلق، في اب وام، في اسره، في كفاءه، في حياء، في ادب، في حجاب، في صلاه، كل دي مواد. فتوزع المواد دونها، ندي امها كام؟ كذا. طب ابوها كذا. طب التربيه كذا. وانت في اول زياره بتلاحظ، والناس ما شاء الله عليها تتجمل عند الزواج، يا سلام، تقول يا اخويا انا دخلت بيت ابو بكر وانا مش عارف ايه ده، بيت عثمان بن عفان ده، وبعدين نكتشف ان ده بيت ابو لهب واحنا ما خدناش بالنا. فالكارثة الكبرى ان احنا بنغتر لان احنا بنتجمل على بعض، نكذب ونطلي، يعني نطلي وجوهنا. وانا يا سلام لما تشوف الام البنت لما نروح نخطب بنتها وهي مبتسمة كده ما شاء الله وفمها اوسع من 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 نفق شبرا، الله اكبر، من الابتسامة، وتشوف نفس المرأة بعد اسبوعين ثلاثة من المشاكل، لا اله الا الله، تقول يا خبر، هو ده نفس الشخص؟ هو ده نفس؟ يا الله، نسأل الله ان يرحمنا واياكم. فانا اريد ان اقول ان توزيع الدرجات مهم. يا ابن الله يرضى عليك، من تزوجها لجمالها، جمالها فقط، اذله الله، ومن تزوجها لمالها افقره الله، ومن تزوجها لحسبها ونسبها والعياذ بالله، لكن من تزوجها لدينها اعزه الله. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليه؟ لان صاحبة الدين بفضل الله عز وجل هي تبقى شكلها جميل ومبتسمة، النظر اليها سرت، ان غاب عنها حفظت، ان امرها اطاعت. ما تبقاش والعياذ بالله يعني تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك، كما قال عمر رضي الله عنه. احبتي في الله، لا نريد ان نكون من اهل العقوق لابائنا وامهاتنا، ولا نكون من اهل العقوق لابنائنا وبناتنا. حفظ الله ابناءنا وبناتنا من كل سوء، ورزق بناتنا بازواج صالحين، وابناءنا بزوجات صالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. روح وريحان.